عاجل، أمريكا بتكشف مؤامرة أبي أحمد الخسيسة. بننشر لحضراتكم التفاصيل. وتصديق عاجل من الرئيس السيسي على حالة الطوارئ في مصر. وعاجل أبي أحمد بعد اكتمال الملء الثاني يوجه رسالة لمصر. وعاجل وهام الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ كبرى. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، أمريكا بتكشف مؤامرة أبي أحمد الخسيسة. في تحذير جديد من أمريكا إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رسالة لإثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي، أكد ضرورة حل الأزمة. أوضحت السفارة في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيديكي، والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الإفريقي. شدد بلينكين على قلق أمريكا البالغ تجاه تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجري في إثيوبيا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة سد النهضة الإثيوبي. أعرب أنتوني بلينكين ورئيس الكونغو عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة سد النهضة. وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قد جدد موقف السودان الداعي للوصول لاتفاق قانوني ملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملؤه بما يتماشى وقانون الدولي. وقال حمدوك في خطابه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وأنه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة التصرف في هذا الملف بشكل أحادي. وللمرة الثانية إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة الإثيوبي. رئيس الوزراء السوداني أضاف إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع قانون الدولي، وسوف لن نألو جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان. طبعا مصر ما طلعتش بيان بعد الملء الثاني لسد النهضة، لأن مصر يعني طلعت بيان في بداية عملية الملء وقالت إنها بترفض هذه العملية. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وبالمناسبة عاوز أوضح لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن إثيوبيا فشلت في عملية ملء سد النهضة في المخطط بتاعهم. هما ملوا سد النهضة ولكن ملوا فقط من 2 ل 3 مليار متر مكعب. هما كانوا مخططين إن على انتهاء الملء الثاني لخزان سد النهضة هيتم الانتهاء من ملء خزان سد النهضة ب 13 مليار متر مكعب من المياه، وإثيوبيا فشلت في هذا الأمر. وننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وعاجل جدا، الجيش المصري ينفذ عملية إنقاص في مضيق تيران. أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملية إنقاذ بنطاق الأسطول الجنوبي، حيث تم إنقاذ طاقم يخت شراعي تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة. ووفقا لبيان الجيش المصري، وردت الإشارة والاستغاثة من اليخت السويسري، وعلى السفينة 10 أفراد، 4 أشخاص من فرنسا و2 من سويسرا، 1 أسباني، 1 دنماركي، 1 إنجليزي، و1 أسترالي. مصدر معانا كان من RT. والجيش المصري البحرية المصرية نجحت في إنقاذ هذا المركب من الغرق. تحية طيبة للبحرية المصرية
في هذا الأمر، وأترك لحضراتكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتصديق عاجل من الرئيس السيسي على حالة الطوارئ في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم السبت الموافق 24 من يوليو عام 2021 ميلاديا، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. عاجل أبي أحمد بعد اكتمال الملء الثاني يوجه رسالة لمصر. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، أكد بأن هذا الإجراء لن يضر بدول المصب في إشارة لمصر والسودان. ونشر أبي أحمد في حسابه على تويتر أنه تم الملء الثاني سد النهضة في 20 من الشهر الحالي، وأن إثيوبيا قامت بملء السد بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة. نوه بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب. من جهته قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة إن الملء الثاني لسد النهضة أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب. وأضاف سيلشيل أن استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع. أشار إلى أن الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولة المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع الملء السد بنجاح. إثيوبيا أعلنت اكتمال الملء الثاني سد النهضة ووجهت رسالة طمأنة لمصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه. في حين تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءات إثيوبيا الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع. المصدر معانا كان من تويتر وبعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق وتعليق صغير على هذا الخبر. إثيوبيا بالفعل فشلت في مخططها في ملء خزان سد النهضة اللي هو 13 مليار متر مكعب. إثيوبيا الآن تمتلك في خزان سد النهضة من 6 ل 7 مليار متر مكعب من المياه فقط، وهذا يعد فشل كبير بالنسبة لإثيوبيا. ويعني نفتكر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة يعني قبل عيد الأضحى في مبادرة حياة كريمة، لما قال إن مش كل حاجة الناس تعرفها، أو أنا مش هقدر أقول حاجات معينة. فالرئيس السيسي قال يعني ان احنا نطمن، فيجب علينا ان احنا نطمن ونثق في القيادة السياسية لان الامور لسه ما انتهتش، الامور لسه يعني في بدايتها. ممكن حضراتكم تسألوني سؤال في التعليقات وتقولوا لي هل ممكن ضرب سد النهضة؟ هقول لحضرتك طبعا ممكن ضرب سد النهضة، لان المياه اللي في خزان سد النهضة مش بالحجم الكبير اللي يضر بالسودان ومصر، ف مصر لديها خيارات مفتوحة للحفاظ على الأمن المائي المصري. والرئيس السيسي في مبادرة حياة كريمة طمئن الشعب المصري وقال ان احنا يعني ما نشيلش هم الموضوع ده، وقال كلمة بلاش هري، فده بيدل يعني ان القيادة السياسية عندها المعلومات الكاملة، والناس اللي بتطلع تتكلم ما عندهاش معلومات، منهم انا طبعا ما عنديش معلومات، انا فقط يعني بنقل لحضراتكم الأخبار بمصادرها فقط. وأترك لحضراتكم التعليق. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم بإذن الله. وكان معكم إسلام الأمير من صفحتكم مصر ميديا آي إي بي إسلام الأمير وعلى يوتيوب مصر ميديا آي إي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.